يا مساء الفل عليكم متابعينا ومشاهدي منصة أبو كبير ميديا، معكم إسلام رضا محافظ الإسكندرية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في أحد أحاديثه، طبعا مفيش كلام بعد كلام سيدنا النبي، قال الخير في أمتي إلى يوم الدين. وإحنا دلوقتي قدام مثال للحديث الجميل ده. أشرف تاكسي ده شاب محترم، شاب اسكندراني عنده التاكسي اللي هو حضراتكم شايفينه ده دلوقتي، وهبه لوجه الله. اي مريض من اي مكان في اي حته، من شرق غرب جنوب شمال في محافظه اسكندريه، حتى لو كان بره كمان اسكندريه، هو مستعد ان هو يوصله لوجه الله طالما رايح اي مستشفى. اشرف مثال محترم جدا لاي حد ممكن يقدم الخير باي حاجه بسيطه في ممكن تكون في امكانه وفي ايده. هيكون معانا دلوقتي، هيقول لنا عن المشروع ده الجميل ده. على فكره هو دلوقتي بقى احد علامات اسكندريه في الخير. عايز تروح اي مستشفى من اي مكان لاي مستشفى يوديك. طبعا الراجل محترم جدا بجد، يعني ما شاء الله. نتمنى ان الفكره دي تعم والناس كتيره تعملها. هيكون معانا دلوقتي الجميل اشرف، هو شهرته اشرف تاكسي بس هو اسمه اشرف. تعالى بقى قول لنا اشرف ولا اشرف تاكسي بقى، عايزين نعرف. عامل ايه؟ والله الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين، ويقعد عليكم الايام بخير كده، ورمضان كريم، وربنا يا رب يتقبل صيامكم يا رب. يا رب ان شاء الله. انا ايه الجمال ده؟ الله يخليك يا رب، الله يكرمك يا رب. احنا عاملين المبادره دي من 2015، تاكسي الخير توصيل المرضى مجانا لوجه الله. كانت والدتي رحمه الله عليها كانت دايما تقول لي يا ابني اي حد راجل كبير او ست كبيره تركب معاك وتديك اجره قليله خدها وارضى وشوف ربنا هيرضيك قد ايه. وبدات الفكره انزل فعلا، بقت الناس الكبيره اخد منها اجره مخفضه، ولقيت ان الناس الكبيره بتنزل عشان تروح المستشفيات. وبدات الفكره ايه تكبر وتوسع، والحمد لله يعني احنا معانا دلوقتي يعني معانا عربيات كتير برضك، ومعانا سيدات بتوصل معاها عربيات ملاكي بتوصل معانا، ومعانا شباب برضك معاهم عربيات ملاكي بتوصل. فاي حد عايز يعمل عمل خير، يعني العربيات طول النهار عماله تلف في الشوارع، لو يخصص ساعه بس او ساعتين من وقته للمبادرة شبه دي والله ربنا هيجازيه خير. لأن في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان لله دام واتصل، ومن كان لغير الله انقطع وانفصل. فأي حاجة لله إن شاء الله جماعة دايمة ومتصلة بإذن الله. ما شاء الله. أنت بقالك كام سنة عامل المشروع الجميل ده؟ من 2000. دي حاجة خيرية صح؟ مبادرة اسمها مبادرة تاكسي الخير. من إمتى عامل المبادرة دي؟ من 2015. ده بسبب موقف حصل معايا بالتاكسي وأنا ماشي بيه. عايزين نعرفه. والله الموقف ده كان في واحد واقف، راجل كبير كده شيخ واقف في الطريق ومعاه عياله الاثنين، فجم شاوروه لي قال لي احنا وقفنا تاكسي قبل منك ورايحين مستشفى الميري ومعناش فلوس نوصله المستشفى. فقلت له لا مفيش مشكله، اتفضل اركب معايا. فالراجل واحنا في طريقنا للمستشفى بنصحوه يعني عشان ينزل، لقيناه رفع علامه الشهاده كده، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. في اللحظه دي قررت ما اعملش حاجه في حياتي غير ان اساعد المرضى لوجه الله سبحانه وتعالى. هو الموقف ممكن يغير الانسان 180 درجه، فدي حاجه اثرت فيا مخلاني مكمل ومستمر. وانا بتمنى يكون في دعم المبادره دي، ان يكون فيها لها ابلكيشن او تطبيق، لان يعني في عربيات معانا عايزينها تبقى على جمهوريه مصر العربيه، وعايزين الخير كله يعم على مصر، لان المصريين كلهم بيعملوا خير، بس كل واحد بيعمل الخير بطريقته. الراجل توفى في العربيه تاكسي، وهو رافع علامه الشهاده، ومن وقتها قررت انت تعمل مبادره تاكسي الخير دي توصيل المرضى مجانا. يعني هو موقف مؤثر جدا. انت حسيت بايه وقتها، وقت لما شفت والله انا جسمي اشعر، وكنت اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انا اموت بحسن خاتمه، ان انا يعني اموت على حسن خاتمه ان شاء الله. ربنا يرحمه. طيب انت لما ابتديت تعمل المبادره ديت وابتديت تشتغلها وتتوسع فيها، يعني ابتديتها خطواتها ازاي؟ وجات لك مثلا تاكسي خير والناس كانت بتقابل المبادره بتاعتك ازاي؟ والله بص، هي المبادره اللي حصل ايه، اللي انا كنت بدات اطلع عند المستشفيات، اطلع اقول لهم مثلا ايه، الاقي حد طالع من المستشفى اقول له حضرتك انت كسبت معانا رحله توصيله مجانا للمستشفى، فكان بيفرح جدا. وكانت في ست كبيره مره كانت طالعه من المستشفى برضه، فبقول لها يا فندم حضرتك التوصيله دي مجانا. قالت لي يا ابني والله انا خفيت لما عرفت ان انتوا بتعملوا حاجه شبه كده وحاجه بتساعد الناس، وقالت لي والله دي حاجه كويسه، وكانت يعني كانت سعيده جدا ان شاء الله. ومواقف كتير يعني. يعني انت كنت بتخش تقول لهم في الاول عشان تعرفوا انت كسبتوا معانا هديه مجانا توصيله مجانا، عشان ما تحرجوش بالظبط كده، عشان ما حسسوش بان هو ان مثلا حاجه دي كده يعني. ان شاء الله حاجه حلوه جدا. طيب التاكسي ده انت بتاعك ولا شغال عليه؟ لا التاكسي ده انا شغال عليه، واخده ايجار يومي. ايجار يومي؟ ايجار يومي. طب انت
بتقول ايجار يومي. ايجار يوم فعلا. معنى كده ان في واحد عايز منك اجره معينه في اليوم. اكيد طبعا ايجار يومي طول اليوم، بس انا ربنا سبحانه وتعالى والله لما بستفتح بحاله او بوصل حاله انا ربنا بيرضيني الحمد لله والحمد لله يعني. يعني انت طول اليوم جاتك اي تليفون من اي حد بتروح توصله من بيته للمستشفى؟ بالظبط كده. بتعمل ايه بقى؟ وممكن من المستشفى للبيت، يعني ايا كان، يا هو رايح المستشفى يا جاي من المستشفى. اتصل علينا على الرقم ده واحنا هنوصله لحد باب البيت ونشيله فوق راسنا كمان. لو انت معاك مثلا زبون واتصلت عليك حاله بتعمل ايه في الوقت ده؟ في الوقت ده احنا معانا كذا عربيه، يعني زي ما قلت لحضرتك في اول فيديو ان احنا معانا سيدات والله العظيم، يعني سيدات ب 100 راجل بتيجي تقول لك اديني حاله اوصلها. فبتصل مثلا معايا، بيكون معايا حاله، الو ايوه محمد في حاله في الحته الفلانيه روح خدها، الو يا ام شهاب في حاله في الحته الفلانيه روح خديها. فبصراحه ربنا يجازيهم خير، لان الناس دي فعلا اللي ربنا بيحبه سبحانه وتعالى بيبتليه، فاحنا بنوصل احبابه، فدي حاجه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يكرمنا عليها ان شاء الله. يعني انت لو معاك حد بتتصل بحد تاني يجيبه؟ بالظبط كده، لان احنا كذا عربيه ان شاء الله. كم عربيه معاكم؟ والله يعني احنا ما بين 48 عربيه ان شاء الله. 48 عربيه بيزيدوا وبيقلوا، يعني بيزيدوا وبيقلوا. انت مؤسس المبادره؟ انا مؤسس المبادره، بس هي لما اتعرفت على السوشيال ميديا والناس بدات تعمل مشاركات والمبادره دي تعرف، بدات الناس اللي معاها عربيه ملاكي تكلمني تقول لي عايزين حالات نوصلها. فانا بتمنى من الشعب السكندري اي حد معاه ساعتين في اليوم فاضي فيهم يكلمني ويجي يشترك معانا في المبادره دي، والله هتلاقي رزقك ربنا بارك في اولادك ورزقك ربنا وسع فيه، وهتلاقي كرم من ربنا. بص يعني كرم كبير جدا، لان سيدنا موسى سأل ربنا قال له اين اجدك؟ قال له عند السقيم، والسقيم اللي هو المريض، فالمريض ده دعوته مستجابه بجد، وهتحس بسعاده وهتحس كده لما المريض ده يدعي لك وهو نازل، دي بالدنيا كلها. فالحمد لله ما شاء الله عليك، يعني اشرف عامل حاجه جميله، يعني مش عارفين نقول عليها اي حاجه، لانه بيوصل اي مريض من اي مكان من بيته لاي مستشفى. حصل الموقف الاولاني اللي انت خلاك يعمل المبادره دي، حصل تاني او مثلا موقف صعب زيه تاني كده؟ لا والله يعني انا بشوف حالات بقى، يعني والله العظيم يا استاذ اسلام انا ساعات بقوم من النوم بصرخ على صرخه من كتر الحالات اللي بشوفها والناس اللي بتصعب عليا بجد، يعني اللي عامل عمليه بتر واللي عنده ورم مش عارف فين واللي عنده ايه واللي بيغسل كلى، فكل ده بيأثر فيا والله العظيم. فانا بتمنى من الناس اللي بتشوفني تدعيني، تدعي لي كده ان ربنا يقويني ويعيننا على هذه المبادره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله عليك. انت متجوز يا اشرف صح؟ متجوز والحمد لله. عندك اولاد؟ والله لسه ربنا ما كرمنيش والله، يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله بالخلف الصالح. ربنا كده تدعي لك يا رب. يا رب. في مره كده حصل ان انت ما عملتش اللي هو الفلوس بتاعت التاكسي في اليوم، والراجل قال لك لا بلاش المبادره دي مثلا، او لا قلت فكرت في مثلا كده في مره قلت لا ده انا هوقف المبادره دي عشان خاطر مش عارف اجيب مثلا فلوس التاكسي او الحاجه دي؟ الشيطان ما لعبش في دماغك بره يعني؟ والله بص يعني ان شاء الله باذن الله لحد ما اموت انا في المبادره دي، وهي فعلا كانت ايام الشتاء كانت بيجي حالات فعلا كنت ما بقدرش اكمل اليوميه، ده حقيقه يعني بتيجي علينا ايام ما بقدرش فعلا اكمل اليوميه، ما بقدرش احط البنزين، يعني انت فاهم قصدي، بس ربنا سبحانه وتعالى بيعوضها في يوم تاني وربنا بيكرم يعني. صحيح ان شاء الله. لان يا استاذ اسلام من كان لله دام واتصل ومن كان لغير الله انقطع وانفصل، فاي حاجه لله دايما ان شاء الله. انت بتروح تقف يعني انت مثلا بتفضل ماشي في الشارع ولا بتستنى تليفونات ولا بتروح تقف عند مستشفى معينه او كده؟ لا هو بصراحه احنا طول الوقت شغالين على التليفون، بروح لها على التليفون عند مستشفى او حاجه؟ لا طول الوقت حاليا يعني في رمضان ساعات بروح نقف عند الميري مستشفى الميري هنا، وساعات بقى عند جيهان في سيدي بشر، وساعات في مستشفى ابو قير برده بنقضي فيها حالات، يعني ساعات انا حتى بودي حاله ما برجعش فاضي، انا كده كده راجع فاضي، فبستنى اخد حاله ثانيه ارجع بيها. لا والله بالعكس، ده انا ان الشعب السكندري كله كل ما يقابلني حد الاقيه بيدعي لي ويقول لي ربنا يجزي خير على هذا العمل، يعني ناس كثيره وانا ماشي بتدعي لي. هو موقف واحد مره واحد قال لي انت هتعملها 55 اسعاف بس، فقلت له يا عم ريت هتبقى اسعاف ايه المشكله، بس ده يعني التعليل الوحيد اللي جالي، لكن اغلبيتي حاجه بسيطه، التاكس مش عامل اي حاجه، مش حاجه اوفر، يعني سايب رزقه على ربنا وبينزل عشان يشوف الناس ويتعامل معاهم وياخد المرضى من كل حته. طب في فتره كورونا، طبعا فتره كورونا كان كل واحد بيخاف
ان حد مثلا يدخل حد بيته او لا 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 الحمد لله الحمد عامل لله ازاي بقى فترة كورونا؟ الحمد لله ما خفناش من كورونا وكنا بنوصل حال كورونا، مع ان كان في سواقين معايا تقول لي لا كورونا لا، ويمكن سواقين كتير قالت برضك ايام كورونا دي كان في برضك، بس الحمد لله كنت بطلع انا واوصل كورونا الحمد لله، ما كنتش بخاف لان ربنا سبحانه وتعالى خير حافظنا وارحم الراحمين، وكنت باخد احتياطاتي ماسك وكحول والحمد لله كنت باخد احتياطاتي وعقم وبرضك يعني الحمد لله يعني لا ما خفتش من كورونا الحمد لله، ولو في اي حالات كورونا كلموني يعني اي حالات كورونا فشل كلوي سكر اي مريض بيقول يا رب انا تعبان انا بوصله بالمقابل فاضي فيه انا هجيب له حالات فيها. انت على مدار اليوم بقى اشرف ولا وقت معين؟ لا 24 ساعه مش يعني مثلا ساعة. بس هو في الطبيعي من 9 الصبح ل 12 ونص بالليل او واحده الوقت الواحد بيبقى صاحي فيه. انت بقى كاشرف في الختام، انت كاشرف بتتمنى ايه لنفسك؟ انا بتمنى ازور بيت الله الحرام. عايز تزور بيت الله؟ نفسي اطلع اعمل عمره. يعني دي مش امنيتك لوحدك طبعا. دي امنيه كلها. وبتمنى يكون في تاكسي يكون جديد يعني. زي ما انت شفت دلوقتي يعني اشرف ان مجانا ورقم التليفون اهوت زي ما انتم شايفين، عامل حاجه جميله وحاجه بسيطه مش عامل اي حاجه كبيره يعني ممكن اي حد يعملها في اي وقت. نتمنى زي ما انتم شفتوا معانا اللايف الجميل بتاع اشرف عذرا عن تقطع الشبكة، زي ما انتم شفتوا معانا النهاردة أشرف عامل الفكرة الجميلة بتاع توصيل المرضى لجميع المستشفيات مجانا بالتاكسي اللي هو شغال عليه وحاطط رقم تليفونه بيوصل أي مريض في أي وقت في أي مكان مجانا. نتمنى إن الفكرة تكون تعم وتكون عجبت حضراتكم، نشوفكم في لايفات جديدة إن شاء الله بإذن الله من المحافظة الإسكندرية. كان معكم إسلام رضا منصة أبو كبير ميديا.